كبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا وتقبل وتقبل دعاء ربنا ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب عليك يا دكتور الله يفتح عليك اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا وتقبل وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا وتقبل دعاء Yeah.
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ربنا وتقبل ربنا وتقبل وتقبل دعاء ربنا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل
أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لهم الأمثال وقد مكروا مكرهم